الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. احنا اليوم في مقر ولاية القروان عندنا حفل توقيع اتفاقية تمويل للمشاريع الفردية والجماعية في إطار مشروع دعم سلسة التشغيل في الفلاحة والصناعات الغذائية بالوسط الريفي الممول من طرف البنك الدولي. المشاريع اللي بيتم تمويلها هي 40 مشروع توزعوا على ولاية القروان. اليوم عيطنا الناجحين الكل باش يصير توقيع الاتفاقيات، وهذه معناتها المرحلة النهائية باش نصير تمويل المشاريع نتاعهم. تم اختيارهم توا على أساس فعنا لجنة فنية متكونة من جميع الأطراف المتداخلة في ولاية القروان. الأطراف هذه كلها اجتمعنا برشا جلسات. انتم تعرفوا اللي فما عنا 235 معناتها مطلب انتفاع تقدموا به المشاركين في البداية، وصلنا لليوم معناتها في المرحلة النهائية 40 مشروع هم الفائزين بالتمويل. هو المبدأ توا جديد هو خلق مورد رزق للعائلات. دونك هما المشاريع هذوما هما بيدهم باش يخدموا معناتها باش يخلقوا موارد رزق للعائلات اخرين. دونك هذه هي الفلسفه، ان نبعثوا موارد رزق في مجال الفلاحه ولا الصناعات الغذائيه، وهما بيدهم المشاريع هذوما باش يخلقوا زاد موارد رزق. وهذاك هو يمكن هذا من اهم معناتها كريتير اللي حطيناه معناتها باش نختاروا به المشاريع. مسعودي لطفي مهندس اول في الاقتصاد الفلاحي ورئيس مشروع تراس في الجانب اللي يتكفل به الاتحاد التونسي للدعم الاجتماعي. مشروع تراس كما تعرفوا هو مشروع من تمويل البنك الدولي. بطبيعة التمويل هو من دولة هولندا عن طريق البنك الدولي، ويمس ثلاثة ولايات اللي هي القروان وجندوبة وجبس. الهدف من المشروع هذا هو دعم معناها سلاسل التشغيل في الفلاحة والوسط الريفي، اللي هو دعم التشغيل يعني باش ندعموا المشاريع اللي هي قادرة باش عندها قدرة تشغيلية أكثر. نوصل مول لأصحاب المشاريع اللي هما أفكار معناها يعني تدعم معناها الإنتاج الفلاحي وتدعم التشغيل، لكن المشاريع اللي عندها قدرة تشغيلية في الجهة وعندها قدرة أنها تحافظ على الموارد الطبيعية في الجهة وتحافظ على البيئة. الباركور في القروان بدا من اوت اللي فات، هبطنا بعد ما هبطنا لابيل كونديداتور شركه برشا عباد من القروان ودخلوا في ان بروسيو دو سيليكسيون، دخلوا في حلقه تكوينيه على فكره المشروع، خاطر ثم ناس قدمت افكار مشاريع اللي تتلائم مع افكار معناها تراس مع من اهداف تراس. وبشوي بشوي لنوصلنا معناها الاختيار 40 مشروع اللي هم تو اليوم في الحفل نتاع توقيع الاتفاقية التمويل نتاع. احنا الجانب نتاع المتابعة والمرافقة هو اساس معناها البروجي هذا، هو انفون، هو معناها هو هبة ديجا باش نعطوهم، ماهوش كريدي باش يرجعوه، هو هبة لكن هبة مدعومة بالمرافقة. احنا المرافقة نتاع اصحاب المشاريع بدات من فكرة المشروع، تقبلنا افكار المشاريع، ثم افكار معناها ناس تعرف كيفاش تعمل فكرة المشروع، ثم ناس ما عندهاش تجربة، عملنا لهم التكوين اللازم والمرافقة اللازمة والمتابعة لين وصلت الفكرة معناها نضجت بالكدا في مخاخهم، ووصلوا باش عملوا معناها مخطط الاعمال اللي هو خول لهم باش يتحصلوا على التمويل. احنا المرافقه والمتابعه قبل المشروع في تركيز المشروع، ثم تو مرحله التركيز معناها باش نركزوا المشاريع هذه، ثم مرافقه كامله. احنا في كل جهه عندنا فريق مختص باش يوفر لهم المتابعه والمرافقه باش نعاونوهم هما كيفاش يركزوا مشاريعهم، كيفاش ياخذوا الماتريال الباهي، كيفاش يعملوا استراتيجيه نتاع التسويق. وما بعد التركيز عندنا مرافقه حتى توصل 6 شهور. بروجي تراس شاركت فيه ملي تحلت الكانديداتور، تعدينا برشا مراحل وصلت للفينال، كنت بارمي الـ40 اللي رابحين، وان شاء الله باش يمولونا في ماتريال وفي نعملوا ريفيرونسمون تاع البروجي تاعنا لبرا، نكبر مشموم ونعرفوا بمشموم تولي بلاتفورم على شكل انترناسيونال في البلدان العالم الكل. اي واحد يحب على برودوي يطلع له مشموم ينجم يشري لي برودوي توينس تاعنا
من تونس ويشريهم في الخارج ويخلطوا له ونكونوا كي عملنا فالوريزاسيون لي برودوي اللي عندنا والثروات اللي عندنا في تونس. احنا ايكيب واصلا احنا ديجا المشموم تخدم ديريكت وتخدم زيدا انديريكت اللي هما لي زارتيزان العباد اللي تعمل لي برودوي اليمونتير العباد اللي تخدم في الفلاحه العباد اللي تعمل الهريسه كلهم هذوكم كي تمشي مشموم كي فما فانت في مشموم انديريكتومون هذوكم كلهم يستنفعوا ويستنفعوا بورسنتاج باهي زيد. الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه.